أخبار اليوم. Dear students, now we will try to answer a complete exam, a full exam in English language, and maybe some questions will come in the upcoming exam. So let us see how we can answer in an ideal way all these questions. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم. والنهاردة هنحاول إن احنا ناخد نموذج الامتحان، وربما هذه الأسئلة تكون يجي منها أسئلة امتحان آخر. كما تعودنا إن احنا أول سؤال بيبقى على الريسبوندنت، يعني معناها إزاي تجاوب على الشخص نفسه. طيب، respond to each of the following situations. أجب عن المواقف التالية. يعني أنت لو اتحطيت في موقف، خلاص كده؟ How you can answer, how you can respond. إزاي تعرف تجاوب، إزاي تعرف ترد. So let us see question number one. You recommend a movie to your friend and say the reason. على فكرة، مفتاح إجابة السؤال ده في كلمة. سمع حد بيقول لي فين المفتاح؟ فين الكي هنا؟ فعلا الكي هي كلمة recommend، يعني بتوصي. وكلمة توصي أو بتزكي شخص أو بتزكي شيء. فبأنت you recommend a movie، أنت بتوصي بفيلم لصديقك وبتقول له إيه السبب. أول when you use sentence has something like recommendation، عندها فيها شيء من التوصية، we always use should. دايما بنستخدم كلمة مين؟ should. خلاص، وكلمة should هنا بالعربية هنا لما تيجي ترجمها معناها يجب. فأنا بقول له والله you should مثلا see this movie. It's interesting. مثلا يبقى لازم تشوف الفيلم دوت. خلاص، ده فيلم مثير جدا. يبقى تاني انك انت لما تيجي الحاجة تقول كلمة recommendation، we always use the model verb. دايما بنستخدم الفعل should. You should. You should. Then verb or infinitive. بعد كده الفعل في المصدر. Number question number two. You see someone stealing from the store you are working at. شفت واحد بيسرق من المحل اللي انت بتشتغل فيه. What is your answer? What is your response? Response هنا الرد بتاعك هيبقى ايه؟ لقيت واحد عمال يسرق في المحل. Some people, some students will say I will report that to the police. Report يعني معناها ايه؟ هبلغ مين؟ البوليس اللي هو الشرطة. I will warn him. Warn him يعني ايه؟ هحذره. I will catch him. همسكه. خلاص؟ I will advise him. هنصحه. So this question is open. يعني السؤال ده مفتوح. So whatever you will do, please write it here. Question number three. Your friend asks. خلي بالك في المفتاح هنا. Asks you. بيسألك. وسؤال. What you think of عبد الرحمن الأبنودي poems? إيه رأيك في قصائد عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه؟ So when you ask someone about the opinion and على الرأي تقول له what do you think, what do you think of عبد الرحمن الأبنودي poems, إيه رأيك في قصائد عبد الرحمن الأبنودي, or what are your views, ما هي وجهات نظرك, or what is your view, أو ما هي وجهة نظرك about عبد الرحمن الأبنودي's poems, قصائد عبد الرحمن الأبنودي. هنا بيسأل عن الرأي. Number four, you want to express gratitude to a friend who saved you from a financial problem. يعني انت عايز تعبر عن الامتنان. Gratitude يعني الامتنان. شكر يعني لصديق انقذك من ورطة مالية او من مشكلة مالية. انت لما تيجي تعمل حاجة كده عايز تشكره. هو بيقول لك ها gratitude. يبقى عايز تشكره. تقول له ايه? I would like to thank you for saving me from this financial problem.